السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على الجديد في ميدان الطاقة الشمسية في الجزائر، والخبر المؤسف الذي سمعته أن مسؤولين في الجزائر بدأوا يتخلوا شيئا فشيئا عن المشاريع الكبرى التي كانت قيد الدراسة، وكانت الدولة تتهيأ لانطلاقها في الجزائر. ومنهم كان مشروعين مهمين جدا. الأول، المشروع الأول هو مشروع ديزيرتاك الذي انطلق يعني دراسة فيها هذه مدة 20 سنة مع ألمانيا، ولم يتحقق إلى يومنا هذا. وبعد ما جاء الحكومة الجديدة هذه نتاع الجزائر الجديدة، سمعنا بأن المشروع هذا سيتم إحياؤه، لكن إلى يومنا هذا لا حياة لمن تنادي. المشروع الثاني اللي تكلموا عليه كثير بعض المسؤولين هو مشروع سويسري هندي بشراكة مع شركة سويسرية وصاحبها جزائري يقيم في مقيم في سويسرا. والمشروع هذا قيمته 10 مليار دولار، وكان طموح جدا، مشروع طموح جدا. في المشروع هذا الدولة ما عندها حتى ولو سنتيم واحد ما تنفقوا على المشروع هذا، لكن المبادرة هذه نتاع صاحبها السويسري الجزائري بقيت إلى يومنا هذا. لربما بعض المشاريع الصغيرة الذي قام بها في الجزائر، هو هذا الشركة السويسرية قامت بعض المشاريع الصغيرة محدودة جدا، لكن المشروع نتاع 10 مليار دولار وتكلمنا عليه في يعني المشروعين هذو الاثنين تكلمنا عليهم في القناة نتاعي، موجودين هنا في القناة هذه مدة عام تقريبا عام، لكن إلى يومنا هذا المشروعين لم يروا النور في الجزائر. وأخيرا نسمع وزير الطاقة هذا عبد المجيد عطار يقول لك باللي المشروع ديزيرتاك ما فيش فايدة، والدليل لم ينجح في المروك، إذن كان يوحي بأنه سوف يتخلى عن المشاريع هذه. وهي في الحقيقة هو اقترح حلول بديلة، وهي إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة في كل مناطق الجزائر، وخاصة منها المناطق الجنوبية، وحتى في ميادين المتعلقة بإنتاج الطاقة الشمسية، استعمال الطاقة الشمسية، إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية. هناك مجالات أخرى متعلقة بنفس الموضوع، وهي مجالات صناعة الألواح الفوتوفولتايك، هذه الألواح الشمسية، وكذا كل عتاد المتعلق بالمحطات نتاع توليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقة الشمسية. ما هو عتاد في هذا الميدان؟ هذا فيه شركات تنشط حاليا في الجزائر صغيرة متوسطة، لكن لاحظنا أن غياب مشروع كبير وتواصل يليق
بكبر ومشاساعة الوطن، وإذن المسؤولين في الدولة الجزائرية هبطوا من مستوى التطلعات، زومبيسيون، طموحات نتاع المشاريع هذه، هبطت إلى مستوى ضعيف جدا. كان في الأول الجزائر بلد النور وتعطي الطاقة إلى كل دولنا، كنا فيه مشروع لتوليد الطاقة وتصديرها إلى أوروبا وكذا وكذا وكذا. الآن أصبح المشروع هذه، الطموحات هذه كلها، هذه الأهداف كلها أصبحت بخبر كان. وهذا ينم، هذا ما أظنه أنا نفسي، هذا ينم عن غياب نظرة شاملة في هذا الميدان لدى السلطات الجزائرية. ما عندهاش سياسة واضحة في هذا الميدان، وما عندهاش نظرة اقتصادية أو تجارية جلوبال شاملة عن هذا المشكل. هذا هو المشكل في المسؤولين بتاعنا، غياب النظرة وغياب التطلع، نظرة تطلعية مستقبلية. والسلام عليكم.